عاصفة الحزم عملية عسكرية أطلقها تحالف من 10 دول تقوده السعودية لحماية الشرعية في اليمن. العملية بدأت في 26 مارس ببيان ل5 دول أعضاء من مجلس التعاون الخليجي يعلن الاستجابة لطلب الرئيس اليمني بردع الحوثيين، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أعطى إشارة البدء للعمليات العسكرية عند منتصف ليل الرياض. بيانات التأييد توالت منذ اليوم الأول للعاصفة، من بينها موافقة الرئيس الأمريكي على تقديم دعم اللوجستي والاستخباراتي لدول مجلس التعاون الخليجي في عملياتها العسكرية في اليمن. البرلمان الأردني أعلن تأييده ودعمه للعملية، إلى جانب إعلان مصر دعم الشرعية في اليمن سياسيا وعسكريا بقوة جوية وبحرية. العملية حظيت كذلك بتأييد الجامعة العربية التي أعلن أمينها العام في 29 مارس استناد عاصفة الحزم إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك. مجلس الأمن الدولي أيضا تبنى بأغلبية أصوات أعضائه مشروع القرار الخليجي حول اليمن في 14 من الشهر الجاري، والذي يفضي إلى فرض حظر على تزويد الحوثيين بالسلاح ووضع اسمي نجلي صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي على القائمة السوداء. تأييد عاصفة الحزم لم يقتصر على الخارج، بل إن الداخل اليمني أيد بشدة العملية العسكرية. أحزاب كحزب التجمع اليمني للإصلاح ومواطنون عبروا عن هذا التأييد عبر مظاهرات مناهضة للحوثيين. بشاير المطيري، العربية.